لك جامد اهو اللي هو بيقول لك طبقه عدي كده ايه كده اوكي قال حد اهو ادي اول رجل يا محمود اكتب بتاعت الجماعه زي صح بص والله عمو بيعمل ايه ادي كده عملت الرجلين والبط والرقبه وادي الضهر خليك كده عشان تبص كده عشان رسمت كده حاجه من وادي الناحيه الثانيه ادي الرجل الثانيه ثلاثه الرابعه والبط والرقبه ده الكامل يس كامل عمو بيعمل ايه؟ ركزوا بعد كده هنعمل ايه بقى؟ اهي ركزوا بقى هنعمل الضهر يعني كده ما انتو بروبلم خلاص اهو شفتوا بيه ازاي؟ واو ده رسم على طول وادي الضهر يلو بينك اهو يا عمو بيعمل ايه كده بعد كده نعمل الصحة سحر الديزرت سكاي بينك ده كله رمل ايوه ده رمل معظمه رمل ما عدا الابيض ده بس الابيض ده ملح ده ملح مش ما فيش ابيض رمل ده الشمس بعد كده سكاي طب عمو بيعمل الشمس بعد كده بيرد السان بالايه الطيور بيرد تعالى هنا هنا إيه عشان تشوف بيعمل ايه سكاي حاضر عمو هيعمل لك واحد عمو هيعمل لك واحد مكتوب عليها اسمك من تقدر تعمل جنب فيها اسم وجنب فيها جمل ايوه ما بعمل الاثنين فيهم جنب جمل واسم وطيور وكل حاجه ماشي. ده بقى سما زي الغيوم السما والاشكال اللي موجوده في الغيوم فبنشكل اي شكل يا الله بتنشف ايوه بتنشف وبنلبسها من جوه احنا دلوقتي احنا خلاص كده انت عملت اسمك يا جويس يس سر اه وانا اقول يا رب وريني كده بص بقى تتكرس من جوه ايه ده بيراميد هنا بيراميد سياسي في السماء في السماء فوق والناحيه الثانيه دي صوره اسوانيه الجبل والصحراء زي كده والجمل والشمس والطيور حاضر حاضر هنعمل تنين دلوقتي ينفع تعمل لي ابو سمبل اعمل لك ابو سمبل ابو سمبل جيب جنيه تلاقي جنيه حاضر عايز واحده زي جويس حاضر يعني عايز واحده زي دي بعد كده بنكبسها من جوه عشان ما تتحركش وده الاهم ما بتحطش ميه فيها ولا حاجه بحط في الاخر اللي هي الماده الصمغيه دي عشان تثبت اعمل لي واحده انا ونوها برضه وانا كمان هعمل لك اسمين وقلب انت برضه كذلك اثنين مشهور من جوه كده بينك ارم بينك ارم ممكن اقول لهم عاوز ايه قول اللي انت عاوزه انا عاوز واحده زي دي بعد كده جنبها هنا ابو سمبل ابو سمبل الكلام اللي بتكلمه ده بنعمله في حاجات كبيره وبتبقى عاوزه وقت وتعمل حاجه هتبقى تكاليف على جنبك انت الاثنين يعني هما جه وزير اللي هو الصحه هنا عملنا له ازازه كبيره وحاجه شغل عالي بس كانت وخدت معانا 3 ايام نعملها له ليه هو كهديه قيمه عاليه برضه هبه قطب كانت عاوزه تيجي حد مخرج في كندا هي برضه عملنا لها يا جمل ولسه كان في جمال امبارح 250 بس جمل خدوا واحد برضه مقدم فيها حاجه حلوه يعني دي بقولك ليه يا ريس نعم دي طلع لي دي كده ربابه حاضر طلع له الربابه كده وادي لي النيه اللي بتمزج بتاعتي مزج كده اقول له انت عايز رسم فين اهي هناك في الركن هناك
ودي ممكن تقدري تعمليها برضو شمعة، تحط لها شمعة وممكن شمعدان زي الشمعدان او ورد، بس هي شمعدان وتحط لها وردية صغيرة كده تبقى ماسكة فيها. اوكي اهو